كانت مساء أمس الجمعة دار الثقافات المغربية الفلامانكية حفلا تكريميا للأغنية المغربية الأصيلة، وهي الأمسية الأولى من نوعها ببروكسل بتنظيم من مجموعة من الفنانين الغيورين على الأغنية المغربية العريقة، حيث كان الإقبال مكثفا وتفاعل الجمهور خير دليل على نجاح الأمسية الفنية. احتفاء بالأغنية المغربية معنا إعلاميين، معنا الأستاذ شاطر والأستاذة أمينة. بغينا نسولك أولا أستاذ شاطر على العلاقة الجالية المغربية بالخارج مع الأغنية المغربية. أكيد هذا الجمهور الكريم اللي حضر بكثرة خير دليل على أنه تعطش للأغنية المغربية، اللي حقيقة أن السفراء ديال الأغنية المغربية موجودين عندنا هنايا الحمد لله، كهشام وكذلك كريمة وفنانين آخرين كتار. فالأغنية المغربية العصرية، أتحدث عن الأغنية المغربية العصرية، بخير والحمد لله، وباقي السفراء ديالها هنايا وباقي ليها جمهور هنا بالمهجر. ممكن تحدي لنا على أهمية إقامة مثل هذه الأمسيات في خارج المغرب؟ الجمهور المغربي هنايا في بروكسل متعشق الاغاني المغربيه ديال التراثيه اللي كتفكروا كتذكروا في البلاد، واليوم هذه الامسيه هذه يمكنت الناس باش يتواصلوا مع المغرب بذكريات جميله، يعني اللي جابت لهم نوستالجيا والحنين للاغاني ديالنا القديمه، واليوم كنحتفلوا يعني اغنيه مغربيه اللي يعني بزمن جميل، زمن الاغنيه المغربيه المعاصره الاصيله اللي بنينا كنفقدوها، واللي هي يعني اغاني تغنات خالده، تغنات من طرف الرواد، وهي اغاني اللي غتبقى دائما خالده عبر الاجيال. Oui, Yusra, donc la collaboratrice de Madame Chbani Rachida, donc l'organisatrice du festival du film arabe. Et je profite justement pour dire que ça va se passer, Inch'Allah, du 21 septembre au 24 septembre. Donc soyez nombreux à venir, Inch'Allah. شنو كديري اليوم في هاد الأمسية أو كي جاتك هاد الأمسية اللي فيها الأغنية المغربية؟ حقيقة هاد الأمسية جستومون كتذكرني بواحد الذكريات، يعني انا كتعجبني الاغنيه المغربيه وكنستمع لها، يعني الترابيه اللي كتبقى خالده دائما، لان هاد الاغاني ديال دابا يلا ربع ساعه وكتكمل دونك ودغيا كتنسى، الوغ كو هاد الاغاني القديمه يعني باقا لنا راسخه في الذاكره، وهذه يعني فرصه لا تعوض. اغنيه مغربيه، اغنيه جميله، تراث عريق، تراث ليس له مثيل، وتبقى دائما خالده الاغنيه المغربيه، كما تلي كان فنان ومن عائله فنيه احب الاغنيه المغربيه. في الوقت الذي كانت فيه الجاليه المغربيه متعطشه لمثل هذه السهرات التي ترجع الجمهور الى الزمن الجميل حيث جماليه الروح وشهقه الابداع، وقد صعدت الفنانه الراقيه كريمه ذاكر لتشنف مسامع الجمهور ولتسمو بالكلمه المغربيه عاليا. فبغينا نسولك الفنانه كريمه على كيف جاتكم الفكره باش تحيوا سهره 100% مغربيه. بونسوار. الفكره جات لحقاش انا كنت كنغني شرقي وهشام كيغني المغربي وحنا اصدقاء من مده، وواحد النهار كنا كنهضروا كومسا قال لي علاش ما نديروش شي سواغي ماروكي ان شاء الله، وهذا هو الفكره تبلورات والحمد لله بزاف الصعوبات ولكن كومام توفقنا انا نديروا سهره اليوم. درنا اليوم باش نحتفلوا بالاغنيه المغربيه وبالمغاربه في بروكسل. وكيفاش كان الاقبال الجمهور اللي كان كيتفرج او كيستمع للاغنيه المغربيه؟ انا اللي فرحني ان الجمهور اليوم جمع وليداته، دونك كاينين بزاف ديال لي زادوليسون ديال الوليدات صغار، وسا مي في بليزيغ لحقاش الاغاني ديالنا ديال لونفونس ديالنا دابا كيسمعوهم الوليدات الصغار ديالنا، وهذا هو الهدف ديالنا اننا نوصلوا الموسيقى المغربيه لوليداتنا في المهجر باش ما ينساوش البلاد ديالهم، ما ينساوش الثقافه ديالهم. اذا كانت سهره عائليه بحضور الاطفال والاسر، فكنقول لك كيفاش كتشوفي الاغنيه المغربيه في المهجر؟ انا كنظن بان خصنا نخدموا بلوس، والفنانين خصهم يحيوا سهرات اكثر،
وان شاء الله عندنا اغاني زوينه بزاف اللي احسن بزاف من الاغاني الشرقيه. وللاسف ما كنهتموش بزاف. كنتمنى ان شاء الله بان كل شيء الفنانين اللي في بلجيكا يحيوا سهرات هكذا مغربيه 100% باش ان شاء الله الوليدات ديالنا كما قلت لك يولفوا الثقافه ديالنا. كريمه كتخاطب الاجيال الصاعده، شنو الكلمه اللي تقولي للجمهور ديالك؟ كنشكر الجمهور بزاف اللي جا اليوم باش يشجعنا، كنشكره بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى ان شاء الله لقاء عام قريب ان شاء الله. وتلاها الفنان هشام سيجي المسي حيث رفرف بصوته وأحاسيسه الجياشة على الخشبة. ولأن للموسيقى لغة توحد الإنسانية، فقد قرر الفنان هشام سيجي المسي أن يوحد الجمهور المغربي في هذه الأمسية، وهو المنظم لهذه الأمسية. ممكن تكلمنا كيف جاتك الفكرة باش دير أمسية مغربية 100%؟ اولا انا بعدا مولوع بالاغنيه المغربيه، وثانيا لقينا هنا في بلجيكا لقينا ناس مخصوصين من الاغنيه المغربيه وسمعونا في بعض الاماكن، وطاحت لنا فكره علاش ما نظموش سهرات في هذا المستوى من هذا النوع هذا. وكنظن انا بالسهرات اللي قمنا بها كاع نجحات من ناحيه الجمهور كيجي بكثره كما شفتوا انتم. وبالنسبه لتفاعل الجمهور، واش هو كنعتبره تعطش للاغنيه المغربيه؟ طبعا اكيد هذه المساله هذه الناس ما كيسمعوش بزاف هنا في الاغنيه المغربيه على اساس العيش المجتمع ما كيسمحلكش والوقت ما كيسمحلكش باش تسمع الاغنيه المغربيه. حنا لقينا ارتئينا بالله نديروا سهرات ننظموا سهرات من القبيل، والناس لقينا معاهم تجاوب ولقينا معاهم بزاف المسائل اللي كيفرحوهم وكيغنوا معنا. يكفيك الحال الا غنى معاك الجمهور هذا راه شرف كبير وكيزيد فيك واحد الطاقه اللي ما تصورش ما يحس بها الا الفنان ولا المغني. وأعرب الجمهور بدوره على أهمية الترويج لثقافتنا المغربية وتسليط الضوء عليها والتعريف بها في بلدان المهجر.